كشف المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي التابع للنظام زاهر حجو أن الهيئة سجلت 71 حالة وفاة ما بين جرائم قتل وانتحار وحوادث سير خلال أسبوع العيد في المحافظات السورية الخاضعة لسيطرة النظام. وفي سياق متصل، كشف المحامي العام الأول في دمشق محمد أديب مهيني أنه سجل نحو 14800 شكوى لجوالات مسروقة خلال العام الحالي في مناطق سيطرة النظام. فإلى ماذا تشير هذه الإحصائيات، ومن يضع حدا للجرائم المتصاعدة في مناطق الأسد، وهل بات الانفلات من العقاب سمة عامة هناك؟ هذه الأسئلة وغيرها ستكون محور نقاشنا، لكن بعد متابعة هذه القصة. على اختلاف دوافعها وأماكن ارتكابها، باتت الجرائم جزءا من روتين السوريين اليومي في مشهد أشبه بما يصور في الأفلام الهوليودية. والفرق هنا أن ما كان يشاهد على الشاشات أصبح واقعا يتجول بين السوريين، يحصد أرواحهم ويثير الذعر في نفوسهم. في أسبوع العيد وحده وثقت سلطات النظام 71 حالة وفاة، بينها 20 حالة بجرائم قتل في الحسكة وحماة ودرعا وحمص وطرطوس. كذلك وثقت 39 حالة وفاة بحوادث سير وقعت في أكثر من مدينة، في حين وثقت 12 حالة انتحار معظمها في حلب ودمشق، بحسب ما نقله المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي في دمشق زاهر حجو. بباريس في ناس مشلحين، يعني حيسرقوكي. هي موجة إعلام النظام في إقناع السوريين في بلد الأمن والأمان كما يسمونها، والحال أن خارطة الجرائم تتوسع فيها لتشمل السرقات أيضا، بدءا من سرقة البيوت والمصاغ والمحال وصولا لسرقة الهواتف المحمولة. إذ قال المحامي العام الأول في دمشق محمد أديب مهيني أن أكثر من 1400 شكوى سجلت لجوالات مسروقة خلال العام الحالي، مرجعا زيادة معدل السرقات خلال الفترة الماضية إلى الازدحامات التي سبقت أيام الأعياد وخلالها. هذه التصريحات أثارت موجة من الغضب بين أوساط السوريين، فمنهم من تساءل عن دور الأجهزة الأمنية في وضع حد لهذه الأفعال وإلقاء القبض على مرتكبيها، بينما اعتبر آخرون أن انتشار السرقات والخطف وسواها من الجرائم في المجتمع السوري هو نتيجة غير مبررة، إلا أنها منطقية بسبب التدهور الاقتصادي والمعيشي الحاصل. ثمة نوع من الجرائم قد لا نجده في نصوص قوانين العقوبات، وهي جرائم الجوع والعوز. تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع مع الصحفي عقيل حسين، ومعنا من اسطنبول عبر الهاتف. أهلا بك أستاذ عقيل. أهلا بك بداية. أهلا بكم. يعني عدد لا يستهان به اليوم نسمع به بمناطق النظام من جرائم قتل وسرقة وتصل إلى حدود الانتحار وأيضا النهب. إلى ماذا تشير هذه الإحصائيات اليوم في تلك المناطق؟ لا شك أنها تشير أو تعتبر ترجمة عملية للواقع البائس الذي يعيشه الشعب السوري بعد أكثر من عقد من الحرب التي يشنها نظام الأسد على هذا الشعب. حرب أتت على كل مقومات الحياة، حرب أبقرت السكان، دمرت البنية التحتية، قتلت الصناعة، دمرت طرق التجارة والنقل. هذا كان سببا أساسيا وبديهيا لكي ترتفع نسب البطالة ونسب الفقر ونسب التضخم. وبالتالي عندما تحدث كل هذه الأمور من الناحية الاقتصادية، فمن الطبيعي أن ترتفع نسبة الجريمة والحوادث في أي بلد. الحقيقة النظام لم يكتفي فقط بأنه تسبب بهذه الكارثة الإنسانية والاجتماعية، أيضا يقف متفرجا، لا يحاول أن يفعل أي شيء للتخفيف من هذه الكارثة أو معالجتها، ويصر يوما بعد يوم على الاستمرار في نفس النهج. سيد عقيل، أنت تقول أن الوضع الاقتصادي هو من دفع هذه الجرائم بالظهور في المجتمع السوري، لكن يعني خلال أسبوع 20 جريمة، كيف نرى الوضع من خلال هذا الرقم؟ يعني الرقم مو طبيعي أبدا.
نعم لا شك، هو بالدرجة الأساس الوضع الاقتصادي ينعكس أو يترجم كما قلت ارتفاع وزيادة منسوب الجرائم، لكن العمل الاقتصادي هو نتاج لوضع سياسي محدد. هذا الوضع السياسي يشكل أرضية بيئة خفة لأن ينتشر الفساد، تنعدم مستويات المسؤولية لدى الأجهزة الأمنية والشرطة، مؤسسات الدولة التي يفترض بها القيام بمسؤولياتها تجاه الجريمة من حيث أنها نتيجة، ومؤسسات الدولة التي يفترض بها الوقاية، القيام بالوقاية من خلال مثلا توفير فرص العمل، من خلال توفير متطلبات العيش الأساسية، من خلال توفير البنية التحتية للإنتاج وللصناعة وللتجارة، بحيث لا يعاني الناس من العوز. يعني أن السارق يلجأ إلى السرقة من أجل سد حاجاته، هذه نتكلم بشكل عام، لا شك أن هناك استثناءات، القاتل يلجأ إلى القتل لكي يعني يوفر مال، يوفر أشياء يحتاجها، الذي ينتحر أيضا هو يعاني من مشاكل وأزمات نفسية واجتماعية، لكن بالأصل يعني يمكن القول أنها مشاكل اقتصادية سببها اقتصادي. كل هذه العوامل، إذن الأسباب الاقتصادية والسياسية وعدم قيام النظام ومؤسسات الدولة بمسؤولياتها لاحتواء هذه الظاهرة ومعالجتها يؤدي إلى تفاقمها بطبيعة الحال. ولكن يعني ألا يمكن أن يكون هناك أي إسهامات من قبل مؤسسات النظام؟ يعني اليوم تصريحات تأتي من جهة تابعة للنظام، يعني المحامي الأول وأيضا المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي. نعم لا شك، أنا يعني نحن نتكلم هنا عن الأسباب من ناحية علمية وموضوعية، لكن بالحالة السورية الأمر له طبقات من المسؤولية. النظام يبدو من أن من مصلحته أن تستمر هذه الحالة، أن لا يعالج هذا الواقع. النظام بدأ باستمرار أنه عدو للمجتمع، عدو للشعب، يبدو أن له مصلحة في زيادة التفكك الاجتماعي، الانقسام الاجتماعي، التفكك الأسري، ارتفاع معدلات الجريمة، الفوضى، لكي يستمر في تقديم نفسه على أنه بدونه سوف تذهب البلاد إلى مزيد من الفوضى، بدون عسكره، بدون جيشه، بدون أمنه سوف ترتفع معدلات يعني الجريمة. إذا كانت تلك التصرفات وهذا الانفلات الأمني مقصود، إلى أين سيصل في الأيام المقبلة؟ إيه يعني النظام، أريد أن أشير إلى أمر، النظام عندما توقفت العمليات العسكرية الكبيرة على الأراضي السورية خلال العامين الماضيين وفشل في أن يقوم بمسؤولياته تجاه المواطنين، بدأ يبحث عن ذرائع أخرى لكي يستمر في عسكرة المجتمع، في عسكرة الدولة. يقول أنا ميزانية الدولة والأموال وكل شيء يجب أن أخصصه للمؤسسات الأمنية والعسكرية، كيف يمكن أن يبرر هذا في غياب هذا الخيار، في غياب العمليات العسكرية الكبرى؟ هو يحتاج إلى الانفلات الأمني، يحتاج إلى ارتفاع معدلات الجريمة لكي يقول أنني حاجة ضرورية للشعب، وبالتالي ليس من مصلحته علاج هذا. أيضا روسيا تضغط عليه من أجل إعادة اللاجئين، وكيف يمكن أن يستقبل اللاجئين؟ كان عاجزا عن القيام باحتياجات السكان المقيمين على الأراضي وهم لا يتجاوزون يعني حوالي 10 ملايين، فكيف يمكن أن يقوم باحتياجات كامل الشعب السوري في حال عاد إلى مناطق سيطرته؟ هو لا يريد عودة هؤلاء، هو يريد الإمعان في تقديم صورة سيئة وسلبية عن مناطق سيطرته وعن الحالة الداخلية في سوريا، لكي لا يتشجع أي سوري على التفكير بالاستجابة لدعوات العودة إلى الأراضي السورية. هو لا يستطيع أن يقول لروسيا أنني لست قادرا على استقبال السوريين المقيمين في الخارج، لكنه يعمد إلى مثل هذه على عدم، إن لم نقل تشجيع الجريمة، على عدم معالجتها. يعني حتى اليوم مجتمعنا السوري عم بيقولوا أنه حتى إذا انصرع عنك شيء ما في داعي تروح يعني تشتكي، لأنه في سياسة متبعة هي الإفلات من العقاب، أي حدا بيعمل جريمة عم يشيل حاله يطلع برات سوريا أو عم يدفع رشاوي للجهات المختصة، فالناس عم تقول لازم كل واحد ياخذ حقه بإيده، وبالتالي صار في نوع من الجريمة كبيرة بمجتمعاتنا. على كل حال على كل حال بيتشكرك، كنت معنا عقيل حسين صحفي من اسطنبول. مشاهدينا تفضلي، فاصل قصير ونعود.